سياسة التضاحك عند الدكتور التيجاني. هم أكذب الناس في المقولات وأجهل الناس في المقولات. يقول قاضي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة: لا أصلي خلف جهمي ولا رافضي ولا قدري. ويقول ما ولكن هؤلاء الزنادقة هؤلاء الباطنية هؤلاء المناظرون لا أقول مناظرون هم هؤلاء مخلدون. أنا لا ليس له سند. طرحت هذا السؤال العميق الذي هو لا يفهمه، طرحته في إيران أن لم يستطيعون يردوا علي، جاوبوا بتفصيل فلسفة وفلسفة. تضحك على جهالة، تضحك على جهالة الآن تتكلم به. هو يقول أنا اتبعت المذهب الجعفري. الدكتور التيجاني يعني أنا أخذ عليه حاجة بسيطة، أنه أجد أنه يرد بضحكات يعني باستهزاء ما فيها منطق ما فيها حجة قوية. يعني أنا سنية بس أنا أحترم الشيء إذا تكلم بالعقل والمنطق علشان أقدر أحاوره، مش يكون بأسلوب يعني ضحكة الاستهزاء اللي هي يعني ممكن تستخدم بصفة شخصية بين أصدقاء خارج مواضيع حساسة وخطيرة زي اللي إحنا فيها الحين. أرجو ما يتقبل هذه الملاحظة. بس أقسم بالله العظيم ما فلت متعة في إرادة حياتي. والله لا كيرت. تقتل ولا رجل. أنا سميت هذا الكلام في الإنترنت. صحيح. لا تقتل ولا رجل. الرجل ولكن من المخاط أنا أعتبره أنا لا تعتبرني من يجره أصحاب الرسول والزنديق من يجره. لا كان عنده دليل أقوى من أدلته. الله تبارك وتعالى يقول عن بني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نص صريح. أن الله فضلهم. هم يعجزون أن يأتوا بمثل هذا النص حتى في الإمامة التي يدعونها. الدكتور يستشهد بقول الله تبارك وتعالى: ما أمدان يتكلم في خارج يستعمل الجهاز وهو خارج متصل بخارج الجلسة، ونحن نرفض هذا. نحن نرفض أن يكون واحد من داخل الاستوديو متصل بخارج الجلسة. لماذا هذا الجهاز هو في أذنه؟ حتى ضحكاته يدار من خارج الاستوديو. حتى ضحكاتي. لا ضحك. دكتور النجدي لقد كان مكرها. طب هل كان مكرها على تسمية أبنائه بأسماء أبي بكر وعمر وعثمان؟ هل كان مكرها على ذلك؟ وأي إمام يكون إن كان مكرها إن كان حتى في هذه ضعيف؟ مسكين. يخدم الأخت أم أنس من باريس، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لكم جميعا. وأبدأ فأقول أنا لا أشاهد المستقل الآن، ولكن لا أدري هل ضيفكم التيجاني موجود أو لا. موجود دكتور التيجاني موجود. حسنا أعلق بسرعة أقول أن لعله منذ الأمس قد انتهى من سياسة المقاطعة، ولكنه لجأ إلى سياسة أخرى هي سياسة التضاحك أسميها وليس الضحك. أقول أن هذا الأسلوب المبتذل لا يليق بشخص جاء يزعم أنه يدافع عن مذهب إسلامي. حقا الطريقة غير لائقة بالمرة. هذه واحدة. أما الثانية محمد نبي التسركاني ما سامعني. أنت ما تعرفون لذلك. كتابه لآل الأخبار. كتابه لآل الأخبار ملقب عند كتابه لآل الأخبار ملقب عند شيء بعمدة مكرر هذا القول. ألم الهدى، ألم الهدى في كتابه الشافي، ألم الهدى في كتابه الشافي. ما عن أمير المؤمنين هذا يضحك، هذا يجي من يموت يضحك. لا جاءت موجة ضحك، ما مشكلة جاءت موجة ضحك ولا تضحك. أيوة جاءت موجة سان فرانسيسكو. نعم. لما قيل له ألا توصي قال ما أوصى رسول الله. أعزي الشيعة بمن اغتروا به وهو التيجاني، أعزيهم عزاء عظيما ما فتئ من تمثيلية إلى أخرى يحتج بها علينا. فالحمد لله على كل حال. هؤلاء علماؤكم وهذه استدلالاتهم وهذه أطروحاتهم.